فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ترتيب السور في المصحف هو من فعل الصحابة أم أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرتبة؟ ترتيب الآيات هذا واجب، لأنه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يأمرهم أن يكتبوا الآية الفلانية بجنب الآية الفلانية، فهو بالنص. أما ترتيب السور فهذا بالاجتهاد، لم يقل إنه بالنص إلا قليل من أهل العلم، والكثير على أنه من الاجتهاد، اجتهاد الصحابة، لذلك تجوز قراءة هذه قبل هذه، بينما الآيات لا يجوز قراءة هذه قبل هذه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.